الفيديو السابق ضبطنا الماتيريال، تعرفنا على الامور الخاصه في الماتيريال والسكشن كداتابيس. الان طبعا احنا وبدايه عملك للبروجكت، فانت تقرر على اي كود تصميم انه انت تبدي تعتمد. فضبط كود التصميم، كود التصميم هو يضبط بشكل افتراضي على اساس يكون عندك الاي سي اي كود لاي اس سي بالنسبه للستيل بالنسبه للبروجكت اول ما تبدي تفتحه. وهذا طبعا شفناه في الماتيريال، لما جينا على الماتيريال لاحظنا انه في السكشن بشكل افتراضي اليونت سيستم هنا المحتمده هي المتريك، يمكن انه تستخدم طبعا اي يونت سيستم على اساسها اطاق الكود وطاق الماتيريال المعنيه. طيب الان مثلا اقوم بالضبط الكود ديزاين مالتي، اضافه لهذا ليس ككود ديزاين طبعا محتمد عندك هنا، انما هذا يحتمد كداتابيس. حتى تضبط طبعا الكود يتجه هنا الى السيتنج، هنا الى السيتنج، ثم بعد ذلك راح تجد عندك مجموعه من السيتنجز، من اولها اللي هي اليونتس. اليونتس هي لضبط اعدادات اليونتس المستخدم، وراح تجد طبعا عندك نوعين، اما تكون عندك متريك او يو اس، فيمكن ان تختار اي واحده منها، وايضا تستطيع انه تقوم بتخصيصها. فعلى سبيل المثال تروح على الديميشنز، فبدلا من المتر تجعلها بالمليمتر، وعليك تقوم بعمليه الحفظ. هنا عندك السيتنجز الخاصه فيها. الان طبعا احنا راح نبدي نحتفظ في الديفولت سيتنج الخاصه في المتريك. الان في الديزاين، في ديزاين كود راح تجد انه الكود المستخدم هو اليونايتد ستيت اي سي اي كود اي اي اس سي، وهنا عندك مجموعه الاكواد الاخرى طبعا. فايضا تستطيع انه تقوم بتخصيص الكود، هو هذا الكود اللي احنا اختارين، تقوم بتخصيصه كالجنرال لودينج اللي موجود عندك، السنه اللي انت راح تستخدمها من هذا الكود، يمكن انه تستخدم سنه احدث او اقل، وعندك مثلا الويند لودينج، يمكن تستخدم ايضا سنو، الامور السيزميك لودينج ايضا، كل هذه الامور. طبعا هو ده يعتمد على 2016 كاخر كود الان هو مدرج عندنا. في الديزاين سيتنج ايضا عندك بعض الاعدادات الخاصه في الديزاين بشكل عام، انه تقوم بالضبط بعض الاعدادات الخاصه في الديزاين، احنا الان مو بصدد التعامل معها لانه نصل الى عمليه التصميم. طبعا راح نبدي نرجع ونقوم بالضبط هذه الاعدادات، لكن بشكل عام انه احنا اذا اردنا انه نقوم بالضبط اعدادات او الكود اللي احنا راح نبدي نستخدمه، تجي الى الديزاين ثم تختار الكود المعني.